ما هو إلا واجب فرضته الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها. السيد الرئيس، تكافح بلادي التعذيب بكل صور المادية والمعنوية عن طريق الأنظمة والتشريعات والإجراءات التنفيذية الصارمة والتي يتم تطبيقها على الجميع بالتساوي ودون تفرقة أو تمييز بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، حيث حظر نظام الإجراءات الجزائية إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، كما بحظ ذلك تعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، بالإضافة إلى عدم جواز استخدام وسائل الإكراه ضد المتهم أو إجباره على الاعتراف، كما يحظر النظام إجبار المتهم على التوقيع على رفض التصديق على أقواله، واستنادا على القاعدة الشرعية التي تنص على إن ما بني على باطل فهو باطل، فإن كل دليل يتم الحصول عليه بطرق غير شرعية يعد باطلا، فالأدلة التي تكون نتيجة للإكراه أو التعذيب أو تفتيش المساكن بغير إذن تعد أدلة غير مشروعة ولا قيمة لها، كما إن الجهات القضائية والتنفيذية في بلادي ومن خلال الأنظمة التشريعية تكفل المتضررين التظلم لدى الجهات القضائية وهو حق للجميع بالتساوي دون تفرقة أو تمييز، كما تكفل للضحية الحق في رفع دعوى أو الحصول على تعويض في حال وقوع انتهاك ضدها ومحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات. وسوف تناقش المملكة تقريرها الوطني لاتفاقية مناهضة التعذيب في إبريل 2016. السيد الرئيس، إن ما ورد في تقرير السيد مندس من فرض ثقافات معينة ومفاهيم جديدة تصطدم بخصوصيات Saudi Arabia. Ambassador of Saudi Arabia.